تحت رعاية معالي السيد ميشيل حمارني، أقامت جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث بالتعاون مع مدرسة اللاتين الثانوية للبنات حفل إشهار كتاب اكتشاف موقع عماد السيد المسيح المختص للأستاذ الدكتور محمد وهيب. وحضر حفل الإشهار الذي أقيم في ساحة مدرسة دير اللاتين في مادبة السفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي وعدد من الشخصيات ومسؤولي ووجهاء المحافظة وجموع من المدعوين. وأكد الدكتور محمد وهيب أن الكتاب يحوي على تفاصيل عشرات السنين من الاهتمام الرسمي والخاص على الجانب الشرقي من نهر الأردن، مستشهدا بآيات من الكتاب المقدس التي تشير إلى هذا المكان. وأوضح أن الكتاب يتحدث عن الرحالة والمؤرخين الأوائل الذين ذكروا هذا المكان، وعن الإرث الحضاري الكبير والحقائق العلمية والاكتشافات الأثرية فيه. كتاب اكتشاف موقع عماد السيد المسيح على الجانب الشرقي من نهر الأردن، كتاب يحتوي تفاصيل عشرات السنوات من الاهتمام الرسمي والخاص بهذا المكان على الجانب الشرقي من نهر الأردن. وجدنا أن الآيات الإنجيلية تشير إلى هذا المكان وخاصة إنجيل يوحنا، وأيضا وجدنا أن الرحالة والمؤرخين الأوائل ذكروا هذا المكان على الجانب الشرقي من نهر الأردن. ثم جئنا بمعاول المنقبين، الفريق والكادر الوطني الأردني تمكن من اكتشاف كنائس وأرضيات فسيفسائية وقنوات مائية وخزانات، ووجدنا كثير من الآثار القديمة التي تبدأ بالعصر الروماني حيث ولد السيد المسيح سيدنا يسوع، وأيضا يوحنا المعمدان وإيليا النبي من قبلهم اللي يسمى النبي إلياس. فوجدنا كل هذا الإرث الحضاري موجود على الجانب الشرقي في منطقة وادي الخرار في منطقة لواء الشون الجنوبية، وبالتالي نحن أمام إرث كبير، أمام حقائق علمية، أمام اكتشافات أثرية. الشعب الأردني كله فرح وفرح العالم كله من خلفه بعدما أعلن هذا الاكتشاف عام 1997، والآن يتم تطوير هذا المكان بشكل متواصل، تم وضعه على قائمة التراث العالمي. الشكر لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، سمو الأمير غازي بن محمد، الجهود الشخصية التي بذلها كثير من رجال الدين المسيحيين، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، كل هذا يسهم في ترويج هذا المكان. إنه مهم جدا جدا، يعني ليس لدينا أهم من موقع المغطس على الجانب الشرقي من نهر الأردن، وأرجو أن يصار إلى وضع استراتيجيات لهذا المكان ليصبح اقتصادا شاملا كاملا ينهض بالقطاع السياحي وبالأردن بشكل عام. وفي كلمة لراعي الحفل ميشيل حمارنا، بيّن أن الكتاب المذكور هو في غاية الأهمية للسياحة الدينية، والتي تعد مصدرا هاما في الأردن خاصة بعد ترجمته لعدة لغات. كتاب الدكتور محمد وهيب عن المعمودية ليسوع المسيح كان كتابا مهما جدا للأردن في سياحته الدينية، وأنا سعيد أن علمت أنه طبع بالبداية باللغة الإيطالية ثم ترجم للغات أخرى ومنها العربية. هذا أمر مهم جدا لأن يكون المعلومات، لأن تكون المعلومات أمام المسيحيين في العالم كله. سعيدين بهذه الليلة، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه الليالي العلمية والأدبية في كل أنحاء المملكة. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي أثنت على هذا العمل المميز الذي ينم عن جهد كبير بذله الدكتور وهيب، والذي يضاف لحقل إنجازاته المشهود لها. وفي ختام الحفل، هنأ الأب بطرس حجازين راعي كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبة الدكتور وهيب بإشهاره لكتابه الجديد، مقدما له نسخة من كتاب كنيسة ومزار قطع رأس يوحنا المعمدان وبدايات مادبة. أستاذ محمد وهيب، وهو دكتور ذو اختصاص في هذا الشأن، الشأن التاريخي وخاصة التاريخ المسيحي، تاريخ الآثار المسيحية، أعطانا فعلا معلومات قيمة ومعلومات غنية عن هذا الموقع وعلاقة يوحنا المعمدان التاريخية، وبالتأكيد أيضا السيد المسيح مع هذا الموقع. كل الشكر لنور سات لحضورها الدائم والمنير في كل المناسبات. كما تم تقديم درع تكريمي للدكتور وهيب من قبل بلدية مادبة الكبرى كتقدير لجهوده المبذولة.